إذا مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من هنا من ملعب البشير بمدينة المحمدية، حيث ستجرى مباراة فريق شباب المحمدية والرجاء البيضاوي برسم ربوع نهاية كأس العرش هنا على أرضية ملعب البشير. كما تشاهدون مشاهدينا الكرام، فاستنفار أمني كبير بجنبات ملعب البشير بمدينة المحمدية، وهناك أو مقاطعة التذاكر لحضور هذه المباراة، حيث كما تشاهدون مشاهدينا الكرام، ف يعني شبابيك ملعب البشير خالية من الجماهير، وهناك حتى إذا كانت الجماهير ستكون بنسبة قليلة جدا لمتابعة هذه المباراة. إذا هذه هي أجواء خارج ملعب البشير بمدينة المحمدية، وكانوا تلاحظوا مشاهدينا الكرام، فبذلك فالسلطات أو رجال الأمن مشكورون على مجهوداتهم الجبارة لتغطية أو تأمين جنبات ملعب البشير بمدينة المحمدية.